قل لي يوم يا عشوش، اش تعمل دبارة اليوم؟ حط لي بنتي حلومة كعبات فحم على كالجأس، نحب نشوي شوية سليطة على الكانو. أمي عايشوشة بربي قل لي، نصمت المقرونة ولا منزل بكري؟ دي يزي بركة من حط اللفاح في الطنجرة، الماكلة لما تجينا مصبوغة مدبوغة. زعما نزيد الفرينة ولا يزي؟ الله أكبر الله. أي أمي عايشوشة هاو يذن. أي ترهيت لي أكا الدقلة ومعها كويس البن. أمي عايشوشة شو راه القضية قلبتو فعلينا، جيت نشوف نقش طفل حاجات وفاولي. يا فرحة الهادي بينا، الراجل خلالنا الدار مليانة، في جمعة يقول لك الدنيا رحلو بيها، ما على خاطر يدك محلولة وتبزع يمين ويسار، يقول لك هذا مخلي عزوزة وبنية في الدار، أما لا كان جيت عيلة كاملة، وعد الله عليك يا حلومة. أوه 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 أمي عايشوش شبيك حربت هالدنيا؟ كهو طيبت كيما مسنسين وقل ماء. انا راس ورويس في الدار قايدين عملوا صفينا. ضحكني المثل يا عيشوش، انا ما قلتلكش فلسنا جست راح جتني قصي. يا برا ميلا قبل ما تزيد تقيل عليك القايل، وبرا امشي للمرشي سنترال واشري ما لازمك ويجيب طيب لنا العشاء لترصيلنا كبه. وعليا وعليا انا باش نمشي؟ مش باش يهزني يا ربي، والله نحس في بدني فارغ في حاله وسقيه ندس فيهم بالسيف والكوخره. يا ربي اليوم سخونه الدنيا، يلي ما يصير فيا والله. والصبر هالعمله، حتى السحور ما تسحرتش بالكدا وما شربتش ماء، نحس في روحي دايخه والله. وكي تهبط تتسك اليوم يا ربي. حلوماتي انا اليوم روحت شاعله في راسي النار كيما تقول جموله، ما نحكيكمش عطشانه وجيعانه ودزوني انتيه. اما في خضم الدراما الحلوميه هذه الكل، جبت لكم حاجه جديده وانا نتسكع في المارشي سنترا، لقيت شكون يبيع في رافيولي بس تعرفوها، واللي ما يعرفهاش تو يعرفها اليوم. حسيلو شتيتها وقلت اليوم نطيبها يا حلومه. اتبارت حلومة بنتي اليوم شربة بالكلامار باتي بالدجاج. أتنوريكو في حلقة أخرى كيف طيبتو كمونية قرنية الأمي عايشوشة وأنا رافيولي شهوتي. دونك حلوماتي احنا توا باش نحضروا الصوص نتاعنا. هوني حطيت طوماط فريش مهرسه في الطنجره نتاعي. انا دابيتود عندي نوتر ريسيت طياره على الاخر زايده، اللي هي ناخذوا 4 كعبات طماطم عليهم جرايم فلفل حار شويه موزوز هكا، وعليهم بصل واوب نحطوهم في الميكسور ونخلطوهم، وبعد الخليط هذاك نحطوه في الطنجره ونفوحوه هاتو. اما انا بويسك عندي هوني حاضره الطوماط، ما حبيتش نزيد ديجا ماكم تعرفوا مبي لا، وش زيد نعمل حاجة حسيلو كومبليكي. حطيت الطماطم تاعي في الطنجرة، فنجان زيت ونفوحوهم، ملح فلفل اكحل تيبل شوية ثوم مهروس، حسيلو كله فيح بتاع الصوص الطماط اللي نعرفوه الناس الكل. اونتخو طون بيان سور عندي الماء يسخن كالعادة باش نمرق بيه ونخليوها تطيب. توا باش نحضر البيشاميل نتاعي، ناخذو كسرونة نحطو عليها 3 مغارف كبار فارينة وعليهم زبدة. اللمسة نتاعي هي نحط شوية ثوم وكليل وزعتر وملح وفلفل اكحل، ونبداو نذوبو في الزبدة ونخلطو وندخلوها في الفارينة، وأميم طون نزيدو بشوية بشوية الحليب. تقولوا لي قديش حليب؟ أنا ما نعرفش قديش حليب بالحق، خاطر البيشاميل نطيبها بالعين. الكونسيستانس تبدا ليه عاقدة، ليه كتحس حاجة مزيت مكرشة، ليه جارية مية. بعد الحليب نزيد مغرفة كريم فريش، سادون أن جو تري تري بون. ثم لي غافيولي نتاعي ديجا هما باللحم مفروم والفرماج، كي نصمتوهم حلوميت راهم مش يتصمتوا على الاخر كيما المقرونه باش نطيبوا صوص مقرونه بالصوص، لا لازمها تكون نص طياب. عندنا الصوص نتاعنا حاضره والبشاميل نتاعنا حاضره والغافيولي زاد نص صمتان. انا هوني كيما تشوفوا بعمل طاستيكه حلوميه اللي هي سبيسيال على الاخر. هذه الغافيولي نتاعنا بالصوص غوزي بشاميل وطماط، وشهية طيبة ليكم إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. الله أكبر الله. أمي عايشوشة يا هاو يذن هكا هاو اللي شريته اليوم اتصبل كله في عشاء واحد.
وبعد قل لي القضية وي. هيا كول عادة، إيش بيك ماكش قاعدة تاكل؟ كل رزق بوك اللي ما يوفى رمضان كان ما تفلسو. يا غيبتك يا الهادي شوف بنتك، ولا قل لي عادة ليش كون طالعة؟ ما هو البيك تاكلوا وتبزعوا، جاية كيفو تبزعوا وتاكل كان بعينيك. هذه هي صنعت بوه لا يعايروه. تيوا إيش بغلبتك يا طفلة حلومة يا حلومة؟ يا بنيتي خذتك عينك ولا شنو؟ باش نموت ما عادش فيا. وعلى السعدي على نهار مشيت فيه للمرشي وطيبت العشاء، هبط ما في عينك بلا جاي للهينة وقال لك تحب تاخو راجل، وعلى أمي وعلى رقدتها. الله يرحمني ويرحمها. حلومة 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 حلومة.